نعلن تضامننا مع أحد ضحايا الاختفاء القسري المخالف لأبسط حقوق الإنسان، وهو المعتقل جعفر جاسم الذي اعتقل من قبل السلطات الأردنية في الأردن، وتم تسليمه إلى البحرين في، وكل ذلك وسط تكتم شديد لا يعلم عنه أي شيء، أهله لا يعرفون في أي سجن، هل تم تعذيبه لم يتم تعذيبه، كل هذه الأمور متكتم عليها ما يقارب من الآن حوالي 20 يوم. وبالتالي هذا يوضح مدى الإرهاب ومدى المستوى القمعي الذي تمارسه السلطات البحرينية، ليس فقط على المواطنين داخل البحرين، بل تمتد يدهم الأثيمة إلى المواطنين وهم خارج البحرين، كما حدث إلى المعتقل جعفر والذي اعتقل من قبل كما ذكرت السلطات الأردنية. وعليه نحن نناشد الجهات الحقوقية والسياسية وكافة أبناء الشعب لكي يتضامنوا مع هذه القضية الإنسانية التي من المفترض علينا جميعا أن ندعمها وأن نتعاون مع المعتقل جعفر ومع عائلته أيضا، لكي على الأقل أن يفصح النظام بمعلومات أين يوجد جعفر وما هو وضعه وما هو وضعه الصحي، هل تم تعذيبه لم يتم تعذيبه، على الأقل أن يفصح إلى عائلته، فضلا عن أن مثل هذا الاعتقال يعتبر اعتقال تعسفي مخالف إلى القانون، لأنه لا توجد هناك تهمة، لا توجد هناك أمر بالقبض من القضاء أو ما إلى ذلك. وبالتالي نعتقد بأن مثل هذا الاعتقال وبمثل هذه الظروف ربما يكون المعتقل جعفر قد تعرض إلى سوء معاملة أو تعذيب، وعليه ندعو إلى الضغط بكافة الوسائل لكي يتم الكشف عن الطالب المغيب جعفر جاسم.